لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نجدد اللقاء في سلسلة محاضرات مادة أساليب البحث العلمي. اليوم إن شاء الله اللقاء الخامس بعنوان Research Design. هنحكي اليوم إن شاء الله عن شرح لمفهوم Research Design وأهميته، تصميم البحث وإيش أهميته فيما يتعلق بالبحث العلمي. هنحكي عن بعض المفاهيم الواجب أن نعرفها عندما نتحدث عن موضوع تصميم البحث Research Design. هنحكي عن خطوات تصميم البحث العلمي، ثم نتحدث عن بعض أنواع من Research Designs اللي معروفة. خلال اللقاءات السابقة تحدثنا عن اختيار موضوع البحث، مشكلة البحث، ثم حكينا على موضوع Literature Review. اليوم إن شاء الله وصلنا لنقطة متقدمة، هنحكي على موضوع Research Design. Research Design هو باختصار عبارة عن خطة تشغيلية، خطة تنفيذية، تصور للخطوات اللي حنمشيها لاستكمال البحث والوصول لأهداف البحث والإجابة على أسئلة البحث. هو يعني يمكن القول أنه هو عبارة عن المسار اللي حيسلك الباحث خلال رحلة البحث العلمي تبعته، بدءا من إعداد مشكلة البحث وأسئلة البحث، وصولا إلى تحليل النتائج والخروج بالنتائج النهائية للبحث. طبعا الباحث خلال رحلة البحث المفروض أنه يكون كل خطوة بيخطوها، كل قرار بياخده، كل إجراء بياخده، كل طريقة بيتبعها تكون مبررة ومنطقية وتكون لها أصل علمي ثابت، بحيث أنه بالنهاية نصل بالبحث إلى بر الأمان وتكون النتائج اللي وصلنا لها نتائج دقيقة ونتائج حقيقية. يمكن باختصار الريسيرش ديزاين هو عبارة عن الرود ماب، خارطة الطريق لاستكمال البحث. اليوم إحنا موجودين هنا، في عنا مشكلة بحثية، معنيين نصل لنقطة إجابة عن أسئلة البحث وأهداف البحث. إيش الطريق اللي حنمشي فيه وصولاً إلى أهداف البحث؟ هو هذا عبارة عن الريسيرش ديزاين. عشان نحكي عن الريسيرش ديزاين، في عنا عدد من الأسئلة المفروض إن نجاوبها. عشان نقول إنه إحنا عملنا ديزاين للبحث تبعنا، لازم نجاوب على عدد من الأسئلة. أولاً يعني نكون واضحة بالنسبة لنا، دراستنا عن إيش بتحكي بالضبط، إيش الفترة الزمنية اللي حشتغل عليها؟ هل أنا حشتغل فترة زمنية سابقة؟ هل حشتغل على فترة زمنية محددة؟ لازم أكون مجاوب على هذا السؤال، لأنه هذا يترتب عليه إجراءات كثيرة. أيضاً إيش هي المتغيرات اللي مفروض أني أشتغل عليها؟ إيش هي متغيرات البحث اللي أنا بدي أعمل عملية ربط بينها؟ أيضاً بدي أحكي على الفرضيات، إذا في عندي فرضيات بدها تكون واضحة ومعروفة من خلال تصميم البحث، يعني من خلال تصميم البحث بدي أجيب على سؤال له علاقة بالفرضيات. إيش هي البيانات اللي لزماني عشان أصل لأهداف البحث اللي أنا بدي إياه؟ أيضاً إيش هي البيانات اللي أنا بدي أشتغل عليها، ومن وين بدي أجيب هذه البيانات؟ هل أنا بدي أجي لبيانات من الميدان؟ هل حرجع لبيانات سابقة؟ كل هذا منجيب عليه لما نحكي عن الريسيرش ديزاين. لما نحكي عن العينات، أنا بدي أعمل ديزاين للسامبل تبعتي، كل ما يتعلق بتصميم العينة أيضا له علاقة بالتصميم البحث. إيش هي التقنيات اللي حشتغل عليها وصولا للبيانات اللي بدي إياها؟ أيضا التكنيكس اللي بدي أشتغل عليها، كيف بدي أعمل عملية تحليل للبيانات تبعتي؟ إيش هي الطرق اللي حشتغل عليها في عملية التحليل؟ أيضاً جزء من الريسيرش ديزاين. وأي قضايا أخرى لها علاقة بالبعد الأخلاقي، أخلاقية البحث العلمي، أي إجراءات بدي أخذها لها علاقة بالبعد الأخلاقي كما سنتحدث لاحقاً، أيضاً مرتبطة بالريسيرش ديزاين. خلينا نحكي الآن عن مفهوم الريسيرش ديزاين. الريسيرش ديزاين وين بيظهر؟ بيظهر عندي لما أعمل البروبوزل، لما أعمل المقترح وأقدمه سواء للكلية أو الجهات ذات العلاقة، لازم يكون في ريسيرش ديزاين في البروبوزل. ودائما الريسيرش ديزاين بينعمل قبل ما أبدأ في البحث العلمي، لأنه زي ما حكينا هو خارطة الطريق اللي بتنعمل قبل ما أبدأ في البحث عشان أبين كيف إيش هي الخطوات اللي راح أمشي فيها وأتبعها وصولا لأهداف البحث.
الريسيرش بروبوزل اللي حنتحدث عنه ان شاء الله في اللقاء القادم مفروض يحتوي على الاقل على التالي. اولا بده يكون واضح في الريسيرش بروبوزل البروبلم ستيتمنت تبعتي، مشكله البحث بتكون واضحه بتفاصيلها اللي ذكرناها سابقا. لازم في الريسيرش بروبوزل يكون واضح تماما ايش هي الخطوات والاليات اللي راح نتخذها ونتبعها وصولا الى تجميع البيانات اللازمه للبحث. لازم في الريسيرش بروبوزل نحكي بوضوح عن العينه اللي بدي اشتغل عليها وعمليه السامبلينج تكنيك وكيف بدي اخذ العينات تبعتي واشتغل عليها. ايضا في البروبوزل مفروض يكون واضح ولو في الاطار العام شو هي التقنيات والاليات والطرق اللي راح اشتغل عليها في تحليل البيانات اللي تم تجميعها. طيب عمليه الريسيرش ديزاين ايش اهميتها، ايش وظيفتها، ايش فائدتها للباحث فيما يتعلق بالبحث العلمي؟ اولا زي ما حكينا هي عباره عن خطه تنفيذيه للبحث، هي عباره عن اوبريشنال بلان. نفس اللي بيشتغل في مؤسسة بيعمل مع بداية السنة خطة سنوية إيش حيشتغل خلال السنة، نفس المفهوم بنفس المقاربة اللي بيشتغل على بحث علمي بيعمل خطة تنفيذية المسار اللي مخطط إنه يتبعه وصولا لهدف البحث العلمي، هذا اسمه الريسيرش ديزاين. أيضا كتير مهم إنه كل الخطوات اللي نتبعها تكون خطوات مدروسة وصحيحة وملائمة بحيث انه بالنهاية نصل الى بحث علمي نتيجته جودتها جودة عالية. يعني لازم نضمن لما نعمل ريسيرش ديزاين انه يكون في عندنا كواليتي للاجراءات والخطوات اللي بنتبعها عشان نضمن بالنهاية الريزلتس تبعتنا تكون دقيقة وتكون موضوعية وتكون صادقة وتعكس حقيقة صورة مثلا المجتمع العينة اللي انا بشتغل عليه. وبالتالي لما اعمل تصميم للبحث تبعي بطريقة مناسبة وبطريقة قوية وبطريقة صحيحة هذا بيقلل من الانحياز، بيخلي النتائج تطلع نتائج صحيحة غير منحازة، بتكون موضوعية، بيقلل من الاخطاء اللي ممكن تظهر اثناء البحث تبعنا، وبزيد من الثقة في النتائج اللي راح نحصلها في نهاية البحث. يمكن في أربع سمات يجب أنها تتوفر، أربع سمات أساسية في الريسيرش ديزاين. أولاً النيوتراليتي، يعني تكون متعادلة غير منحازة، إنه لازم أضمن إنه نتائج اللي بدي أحصل عليها تكون نتائج متعادلة موضوعية حقيقية تعكس الوضع الحقيقي وخالية من أي انحياز. وهذا ممكن يعني نتحدث عنه لاحقا لما نتحدث عن اختيار العينة. أيضا في عندي الريلابيليتي اللي هو الثبات والدقة، إنه كل الأدوات اللي بدي أستخدمها للقياس يجب إنها أضمن منها إنه النتائج اللي بأحصل عليها نتائج دقيقة، ولو عدت هذه الأدوات الثانية بنفس العينة نصل لنفس النتائج، وبالتالي إنه النتائج تبعتي تكون دقيقة. أيضا من الكاركترستكس للريسيرش ديزاين الفاليديتي اللي هو الصدق، إنه بدي أختار أنا ميجرينج تولز مثلا استبيان وأسئلة الاستبيان نفسها يجب إنه أضمن إنها تكون صادقة وبتعطيني النتيجة حسب أهداف البحث، يعني تقيس الإشي اللي أنا بدي إياه، لأنه ممكن يصير في عنا خلل في صياغة مثلا أسئلة الاستبانة أو في تصميم التجربة العلمية وما تقيس بالضبط الإشي اللي أنا مخطط من بداية البحث إني أقيسه. النقطة الرابعة اللي هي الجنراليزيشن، التعميم، إنه كتير كويس إنه لما أصمم البحث تبعي بغض النظر عن الأدوات اللي بدي أشتغل عليها إنه النتائج اللي بدي أحصل عليها تكون غير مقتصرة على العينة اللي أنا بدي أشتغل عليها ويمكن تعميمها لمجتمع أوسع. يعني الفرق بين الريسيرش ديزاين والريسيرش ميثود، الريسيرش ديزاين هو أعم أشمل، بيتحدث عن الستركشر العام لكل البحث العلمي تبعي، بركز على كل التفاصيل اللي أنا بدي أشتغل عليها وبكون مستند على
الريسيرش كويستشن والريسيرش بروبلم تبعتي وطبيعه البحث، في حين انه الريسيرش ميثود بكون اكثر تفصيلا، بحكي بدقه على الاجراءات اللي بدي اشتغل عليها لتجميع البيانات وتحليلها، بيحكي اكثر في موضوع تفاصيل الطرق اللي بدي اشتغل عليها في تجميع البيانات وتحليلها، وبيعتمد على الريسيرش ديزاين. اذا الريسيرش ديزاين مصطلح اكثر عموميه من الريسيرش ميثود. عشان اعمل ريسيرش ديزاين لازم اعمل ديزاين لاربع كومبوننتس. الكومبوننت الاول لازم اعمل سامبلينج ديزاين، انه اختيار العينه واليه اختيارها اللي راح اشتغل عليها لازم اعملها ديزاين. لازم اعمل اوبزرفيشنال ديزاين، انه كل الظروف اللي بدي اشتغل عليها لما اتعامل مع العينه تبعتي بدنا نعملها ديزاين وترتيب وضبط. بدي اعمل statistical design لما احصل البيانات اللي بدي اجيبها، كيف البيانات اللي جمعتها بدي اعملها تحليل باستخدام الطرق الاحصائيه المعتمده والمناسبه لطبيعه البيانات، برضه هذا بدي يكون اعمل له ديزاين واعمل له ترتيب. operational design انه كل الاجراءات انها تكون وفقا لطرق صحيحه واجراءات يعني تفصيليه دقيقه. عشان نحكي في الريسيرش ديزاين وانواع الريسيرش ديزاين لازم نراجع بسرعه الريسيرش تايبس، انواع البحث العلمي. حكينا احنا في اللقاءات السابقه انه في كثير انواع للبحث العلمي، لكن يمكن تصنيفها الى ثلاثه انواع رئيسيه. اولا اكسبلوراتوري ريسيرش اللي هو استكشافي، الهدف منه اني احقق فهم عام لظاهره معينه واستكشف ايش الوضع فيها، خاصة بكون في الاشياء والمفاهيم الحديثة وابدأ افهم هذه الظاهرة، وغالبا بكون كواليتيتيف. البحث هذا كواليتيتيف. التايب الثاني ديسكريبتيف الوصفي، الهدف منه اني اوصف بدقة تفاصيل ظاهرة معينة، وبكون غالبا كوانتيتيف. انا بعمل عملية احصاءات وبعمل عملية يعني تجميع بيانات عشان اوصف ظاهره معينه، بغض النظر عن هذه الظاهره هي ظاهره طبيعيه او ظاهره تربويه او ظاهره اداريه مثلا. النوع الثالث اللي هو اكسبلاناتوري، وهو يمكن ارقى قليلا، وبيحكي في موضوع تفسير اسباب الظواهر والعلاقه بين المتغيرات. يعني بشوف المتغير اكس بيأثر على المتغير واي الى اي درجه، هو السبب في حدوثه، ايش الاسباب اللي ادت الى الرضا الوظيفي مثلا. لما نحكي في مثال اداري، في عندي 1 2 3 4 مسببات، وبقدر من خلال هذا النوع من الابحاث اني اتنبأ مستقبلا لو استمرت هذه المتغيرات، لو تغيرت ايش حيكون عندي المخرجات. الان حكينا عن انواع الابحاث، الان حندخل في الحديث وباختصار عن انواع الريسيرش ديزاين. طبعا في كثير من انواع الريسيرش ديزاين، كل نوع من هذه الانواع يناسب نوع معين من الابحاث. ما بينفع انه ابحاث يناسبها نوع معين من الريسيرش ديزاين نشتغل عليها بانواع اخرى. اختيار الريسيرش ديزاين المناسب بيعتمد على طبيعه البحث، طبيعه المشكله البحثيه وهدف البحث اللي انا بدي اياه. كل نوع من انواع الريسيرش ديزاين له كثير من الطرق وكثير من الاليات في تجميع البيانات وتحليلها. يمكن بصفه عامه بنقدر نقسم الريسيرش ديزاين كعنوانين اساسيين الى كوانتيتيف ريسيرش ديزاين وكواليتيتيف ريسيرش ديزاين. الكواليتيتيف ريسيرش ديزاين زي ما حكينا عنه في المرات السابقه انه بيتحدث في اشياء نوعيه، في جوده شيء معين، بيكون مهتم كثير هذا النوع من الديزاين بانه اكون وصف عام شامل عن ظاهره معينه او عن شيء معين، ظاهره اجتماعيه، ظاهره اقتصاديه وما الى ذلك. بنحكي احنا عن كواليتيتيف رضا الموظفين، رضا الموظفين مثلا، رضا الوظيفي، رضا الطلاب عن اداء المدرس، هذا برضه بيحكي في شيء كواليتيتيف. وزي ما حكينا سابقا انه ممكن نحول الكواليتيتيف الى كوانتيتيتيف ببعض الادوات. الكوانتيتيتيف ريسيرش ديزاين بيكون مهم، الباحث مهتم جدا انه يصل الى نتائج احصائيه باستخدام الارقام، لانه الارقام بتعطي تصور اكثر واوضح
حسب ما بيقولوا من الامور الكلام النراتيف هيك الكلام النثري اللي فيش فيه تفاصيل. وبالتالي الكوانتيتيف ريسيرش ديزاين بركز على تصميم البحث وتكون الداتا كوليكشن والداتا اناليسيس معظمها بتتحدث عن ارقام فيما يتعلق بالتحليل وتجميع هذه الارقام. الان عشان نفصل اكثر في عندنا عدد من ريسيرش ديزاين ممكن تفصل الى كثير من الانواع، اهمها اكسبيرمنتال ديزاين. هذا النوع الاكسبيرمنتال هي التجارب، وبالمناسبة التجارب مش مقتصرة فقط على التجارب اللي في المختبرات، لا، هذا بكل ما يتعلق بالتجارب. تناسب الاكسبلاناتوري تايب للريسيرش الوصفي اللي بيحكي فيه اسباب ونتائج، اللي بيحكي فيه كوز افكت اناليسز. بيهدف هذا النوع من الابحاث الى الوصول الى فهم عميق ودقيق لأسباب حدوث ظاهرة معينة وقديش تأثير كل متغير من المتغيرات على هذه الظاهرة. وبكون هدفي الأساسي أنا كباحث في هذا النوع أني أعمل عملية كنترول للتجربة وتحكم فيها وضبطها بحيث أني أحصل على نتائج دقيقة. ويمكن في نهاية هذا اللقاء حنحكي بشيء من التفصيل عن عملية التجارب وكيف بعملها عملية ضبط. النوع الثاني من الريسيرش ديزاين تايبس اللي هو السيرفي، عملية المسوح، غالبا بناسب الديسكريبتيف ريسيرش تايب الوصفي. انا بعمل اداة معينة استبانة مثلا وبوزعها على عدد كبير من الناس وبجمع هذه الاستبانة اللي فيها اسئلة مثلا وبعمل عملية تحليل إلها، وهذا تناسب التجارب اللي بوصف فيها ظاهرة معينة. ولأنها توزع على عدد كبير ومعني بالفروقات بين الناس الموجودين وأعمل عملية ربط، فممكن تناسب Descriptive Research Type. في عندي Comparative Research Type اللي هو المقارنة، يعني Research Design تصميم البحث بكون هدفه الأساسي عملية مقارنة، بكون مقارنة بين مجتمعين أو بين فريقين، بكون غالباً Descriptive، يعني مثلا بدي اقارن بين تلوث الهواء في منطقتين فبكون هذا مقارنه، اقارن مثلا بين مستوى الذكاء بين مدارس الحكومه والوكاله فهذا برضه عمليه مقارنه. من الانواع الاخرى للريسيرش ديزاين الكيس ستدي، اني بامسك حاله معينه وبدرسها من كل تفاصيلها، بعمل عمليه يعني استكشاف كامل وانفستيجيشن كامل لكل تفاصيل هذه الحاله، وغالبا بيكون كواليتاتيف ابروتش لانه انا بدي افهم كل التفاصيل الموجوده فيها عشان افهم هذه الظروف المحيطه بالموضوع اللي تحت الدراسه. يعني ممكن اخذ مثلا مشروع من مشاريع الاسكان الكبيره واعمل كيس ستدي لها وافهم كل الظروف المحيطه فيها ودرسها دراسه كامله. مشكله هذا النوع او مش مشكلته، خلينا نحكي المحددات والقيود فيه، انه عملية التعميم بتكون محدودة لانه انا بدرس ظرف معين، يعني بدرس حالة معينة في ظرف معين في كل تفاصيله، وبالتالي عملية التعميم بتكون مقيدة. في عندي انواع اخرى، في عندي مثلا observational research design بناسب اكثر من نوع، ممكن يكون quantitative وqualitative وممكن يكون في المختبر وممكن يكون في الفيلد، يعني بيشتغل مثلا في موضوع الزراعة بيعملوا تجارب وملاحظات في الموقع. ممكن أعمل عملية فصل معين أشوف سلوك الطلاب وأعمل ملاحظة لهم وتسجيل لإيش بيشتغلوا وأعمل تحليل لهذا الشيء. ممكن يكون عندي Action Research Design، بعد ما أعمل Cause Effect وأعرف المتغيرات أعمل إجراء معين وأشوف تأثير هذا الإجراء على النتيجه النهائيه. ممكن يكون ميكس بين اكثر من نوع فيما يتعلق بتجميع البيانات. طبعا يمكن الشكل اللي امامنا او الجدول اللي امامنا بيحكي على الفروقات ما بين كل نوع من هذه الانواع، يعني يمكن ناخذ من هذا الجدول انه الابحاث الكميه بتكون اكثر مرونه لانه من البدايه ما بنكونش عارفين بالضبط ايش حنشتغل، في حين انه الابحاث اللي بنحكي فيها عن الديسكريبتيف والكوانتيتيف بتكون اكثر يعني
ريجيد اكثر وواضحه اكثر وعارفين ايش بدنا نشتغل فيها. طبعا في السامبلينج ديزاين في الاكسبلوراتوري مثلا بتكون انا بروبابيليتي، يعني انا بدي اعمل مثلا بحث استكشافي عن حاله دراسيه، بختار ناس محددين اسالهم، في حين انه بدي اعمل ديسكريبتيف واستبانه عامه مثلا بكون عمليه الاختيار السامبلينج ديزاين بتكون فيها probability sampling design، وحنحكي عنه ان شاء الله لما نحكي عن السامبلينج، يعني random sample بتكون، في حين انه في الاكسبلوراتوري بتكون non probability لانه ممكن تكون انا معني بناس معينين اني اسالهم او اعمل مقابله معهم مثلا. في الاستاتستيكال ديزاين بكون في الديسكريبتيف محدده وواضحه وفي ستاندرد لها، في الاكسبلوراتوري بتكون لا يعني مش محدده سابقا وحسب ما بتمشي الامور معانا. في الاوبزرفيشنال ديزاين ممكن تكون المقابلات الشخصيه لما بدي اعمل حاله دراسيه مثلا بتكون انستراكشرد مع الكلام ومع النقاش مثلا مع الشخص اللي انا بناقشه بدي اعرف منه التفاصيل، ممكن تفتح معايا افق لاسئله جديده ولا مواضيع جديده بنحكي فيها، في حين انه في الاستبانات مثلا الديسكريبتيف بتكون محدده مسبقا وستاندرد وموزعه على الجميع وهكذا. في مجموعه من المفاهيم اللي لا يمكن الحديث على سيرش ديزاين الا بالحديث عنها، وبالمناسبه هذه المفاهيم يعني ممكن بعض الابحاث يكون موجود فيه هذه المفاهيم اللي راح نحكي عنها، وبعض الابحاث ممكن ما يكونش حسب طبيعه البحث، لكن كثير من الابحاث بكون موجوده فيها، وكل باحث حتى لو مشتغلش عليها في بحث التخرج مثلا او في رسالته الان ممكن مستقبلا يشتغل عليه. اولا مفهوم المتغيرات، المتغير هو شيء مش ثابت بياخذ قيم مختلفه وله كثير من الانواع، ممكن نحكي فيه كوانتيتيف بكون هذا الفاريبل الكمي، ممكن يكون نوعين، كوانتيتيف ممكن يكون زي مثلا عمر الانسان، ممكن يكون زي دخله وزنه طوله، هذه متغيرات كميه. في متغيرات بتحكي كواليتيتيف ذات صفه نوعيه زي مثلا الرضا الوظيفي، الشعور بالسعاده، يعني هذا متغير نوعي. ممكن هذه المتغيرات تكون كونتينيوس زي العمر، يعني مثلا 5 سنين و4 شهور، ممكن يكون زي الدخل بالمبلغ بالضبط. الطول متغير يعني فيش فيه ارقام محدده، ممكن يكون ديسكريت يعني عدد الاطفال ما بنقدر نقول 2.5 1 2 3 4، يعني بكون نون كونتينيوس. فهذا يعني مقدمه عن الفاريبلز. الفاريبلز الان لها تفصيل، في عندي ديبندنت واندبندنت فاريبل، المتغير التابع والمتغير المستقل. الديبندنت فاريبل هو المتغير اللي بيعتمد على اشياء اخرى تؤثر فيه، يعني متغير معين في يتاثر بمجموعه من المتغيرات والعوامل، المتغير الذي يتاثر يعني اللي بيجي بعد هذه المتغيرات وبتاثر فيها وبكون عباره عن متغير يترتب عليها اسمه ديبندنت فاريبل. الاندبندنت فاريبل هو عباره عن المتغير اللي بسبب وبياثر في المتغير التابع، هذا المتغير المستقل اللي بيكون قبلها بيسبقها وبياثر فيها. لو جبنا مثال، لو قلنا انه طول الطفل بيعتمد على عمره، فانه طول الطفل هذا اسمه ديبندنت فاريبل لانه يعتمد على عمره، وعمر الطفل هو الاندبندنت فاريبل. لو قلنا مثلا مثال انه طول النبات بيتاثر بكميه الميه اللي بنروي النبات فيها، يعني وبالتالي بيكون عندي amount of water هو عباره عن الاندبندنت فاريبل، والديبندنت فاريبل هو height of plant. ممكن نفس المفهوم، ممكن يعني ارتفاع النبات ونمو النبات هذا اللي هو الديبندنت فاريبل يتاثر مثلا بكميه السماد اللي بنستخدمه، وبالتالي كميه السماد هي اندبندنت فاريبل. ايضا في متغيرات من انواع اخرى، في عندنا متغير اسمه ميدياتور، يعني زي متغير وسيط اللي هو متغير بيربط بين الديبندنت والاندبندنت فاريبل. يعني هو لو خلينا نضرب مثال بيكون اوضح التفصيل، لو قلنا انه درجات الطلاب او علامات الطلاب لها علاقة مباشرة بسعادة الطلاب، يعني درجات الطلاب بتؤدي إلى إسعاد الطلاب. ممكن نصيغ هذه الفرضية باستخدام الميديشن،
يعني الوسيط. ممكن نقول انه علامات الطلاب تؤدي الى الثقه بنفس عند نفس الطالب، لما الطالب ياخذ درجه عاليه بتؤدي الى احترام الذات والثقه بالنفس، وهذا بالمقابل او يعني يترتب على ذلك انتر بيؤدي الى الشعور بالسعاده. في هذه الحاله بيكون عندي السعاده هي عباره عن الديبندنت فاريبل، السعاده هي عباره عن الديبندنت فاريبل. الستودنت جريد هي عباره عن الاندبندنت، لانه هو اللي بدينا فيه. العلامه الطالب زي ما حكينا في الاول تؤدي الى السعاده، فبيكون علامه الطالب هي عباره عن الاندبندنت فاريبل، والسعاده هي عباره عن الديبندنت فاريبل. المتغير الوسيط هو عباره عن الاحترام الذات والشعور بتقدير الذات، وبكون هذا هو الميدياتور. يبقى هو عباره عن متغير يؤدي الى الربط بين المتغير الرئيسي والمتغير التابع، يعني المتغير المستقل يؤثر في المتغير التابع من خلال هذا المتغير الوسيط. في نوع اخر من المتغيرات اللي هو المودريتور، يعني متغير معدل بيعمل عمليه تاثير غير متوقع على العلاقه بين الديبندنت والاندبندنت فاريبل، ممكن يؤدي الى تعديل العلاقه، وممكن يؤدي الى تغيير هذه العلاقه بطريقه غير متوقعه. يعني لو جبنا مثال انه التدريب يؤدي الى زياده انتاجيه الموظف باختصار، وبالتالي بكون التدريب هو الاندبندنت فاريبل، لانه هو المتغير الذي يؤدي الى زياده الانتاجيه اللي هي الديبندنت فاريبل. لكن وجد انه الموظف اللي بيزيد عمره عن 55 سنة مثلا هذا مثال، التدريب لا يؤثر فيه ولا يزيد من انتاجيته، وبالتالي بيكون عمر الموظف هذا مودريتور فاريبل معدل، وبالتالي بيكون شرط انه لأقل من 55 بيكون العلاقة ديبندنت واندبندنت فاريبل واضحة، في حين انه في علاقة طردية مثلا بين عدد ساعات التدريب والانتاجية، في حين انه اللي سنه فوق ال 55 سنة العلاقة هذه لم تعد علاقة حقيقية، ودخل في متغير آخر هو عمر الموظف، فأدى إلى تعديل في العلاقة المفترضة. Research Hypothesis حكينا عنها، الفرضيات هي عبارة عن جملة تنبؤ تخمين منطقي ومبرر للإجابة عن سؤال البحث، والعلاقة يعني جملة تحدد العلاقة المتوقعة بين الديبندنت والاندبندنت فاريبل، وحكينا عنها ان فيها يعني الفرضية الالترناتيف والنون هايبوثيسيس حكينا عنها سابقا. مثال لو حكينا انه المثال اللي ذكرناه فيما يتعلق بالطلاب والسعادة، انه علامات الطلاب لها علاقة مباشرة بشعور الطالب بالسعادة، هذه عبارة عن فرضية خلال البحث بنثبتها او بننفيها. عشان اعمل ريسيرش ديزاين في عندي عدد من الخطوات باختصار. اولا احدد نوع البحث اللي انا بدي اشتغل عليه والغرض منه. فيش عندنا نوع واحد من التصميم البحث يناسب كل الانواع، وممكن في كل نوع من الانواع يناسبها اكثر من تصميم حسب غرض البحث، وكل نوع ممكن يكون فيه نقاط قوه في جانب معين ونقاط ضعف في جانب اخرى. مثلا لما نحكي في الكيس ستادي الكواليتيتيف، انا بدي اخذ حاله دراسيه وادرسها من الالف للياء واركز عليها تركيز كامل، كثير مفيد هذا الابروتش في اني افهم، يعني اكون عندي ان ديبث اندرستاندينج لكل التفاصيل تبعت الحاله الدراسيه. لكن مشكله هذا النوع انه عمليه التعميم وانه النتائج اللي حصلت عليها اعملها اكسترابوليشن وتكون منطبقه على حالات اخرى، ممكن يكون في قيود على هذا النوع لانه في سياق محدد طلعت النتائج اللي انا بدي اشتغل عليه. ايضا لما بدي احكي في التجارب اللي في المختبرات، مشكله او ميزه هذا النوع انه بعمل عمليه ضبط واحكام في كل تفاصيل التجربه، وبضمن انه جميع التفاصيل والاجراءات اللي انا بدي اشتغل عليها تكون صحيحه ودقيقة، والنتائج طلعت صادقة فيما يتعلق بالظروف اللي أنا بدي أشتغل عليها. مشكلة هذا النوع من الريسيرش ديزاين إنه في الحياة العملية قد لا يكون مطبق. ليش؟ لأنه في المختبر أنا عملت ضبط وكل العوامل المؤثرة الأخرى
عملت لها إليمينيشن واستثنيتها وضبطت التجربة بحيث أنها تتأثر فقط بعامل محدد، في حين أنه على أرض الواقع الحياة الحقيقية والطبيعة الحقيقية للأشياء في كثير متأثرات ومتغيرات عليها. الخطوة الثانية أحدد إيش هي البيانات اللي بدي أشتغل عليها. في عندي بيانات كواليتاتيف وبيانات كوانتيتاتيف. البيانات الكواليتاتيف زي ما ذكرنا سابقا إنها بتحكي في نوعيات جودة شيء معين، بتحكي في معاني معينة، تفسيرات معينة لمعنى معين، وبكون الريسيرش ديزاين تبع هذا النوع من البيانات بكون أكثر مرونة. وأثناء البحث وأثناء الحصول على هذه البيانات ممكن تتفتح أفاق أخرى، وممكن أعدل في عملية المسار تبعي، وممكن أعدل في الوسائل اللي بدي أشتغل عليها. وبالتالي هذا النوع من البيانات بيتطلب مرونة أكثر في الريسيرش ديزاين، في حين أنه الكوانتيتيف أنا بحكي مع أرقام، بحكي في أعداد، بحكي في نسب، بحكي في متوسطات، بحكي في انحراف معياري، بحكي في كورليشن كوفيشنت، بحكي في أشياء لها علاقة بالأرقام، وبكون الريسيرش ديزاين تبعه أكثر ثباتاً، واضح، محدد من البداية، لأنه هذا النوع من النتائج والأرقام والبيانات يناسبها هذا النوع مثلاً من التحليل. وبالتالي أثناء البحث ممكن يصير تغييرات طفيفة، لكن جوهر عملية جمع البيانات وتحليلها بكون من البداية محدد مسبقاً. أيضاً البيانات صحيح أنها قسمت إلى quantitative وqualitative، ممكن تقسم البيانات إلى primary وسكندري، وهذا حنحكي عنه إن شاء الله في اللقاءات القادمة لما نتحدث عن تجميع البيانات. البرايمري داتا هو عبارة عن البيانات الأصلية اللي الباحث جمعها لأول مرة بنفسه من خلال استبانة، من خلال تجربة، هو عمل الاستبانة ووزعها، هو عمل التجربة ووزعها، هو قاس كميات مطر معين، أخذ عينات من المياه الجوفية وقاسها، أخذ عينات من الهواء وفحص الملوثات اللي فيها بنفسه لأول مرة. هذا النوع بيكون أوريجينال، بيكون يعني بحث قوي فيما يتعلق بمصدر البيانات. مشكلته إنه بيستهلك وقت كتير، ممكن يكون مكلف مادياً، زائد إنه بيقيس البيانات وبيفحص البيانات في الوقت اللي انبحث. إذا بدي أربطه بالماضي أعمل مقارنة بشيء سابق، لا، لازم أرجع لبيانات آخرين اشتغلوا عليها وجابوها، اللي هو النوع الثاني اللي هو السكندري داتا، اللي هي البيانات اللي آخرين حصلوا عليها، بيانات تاريخية من خلال الجهاز المركزي للإحصاء، من خلال التقارير الرسمية، من خلال التجارب السابقة، من خلال أبحاث علمية سابقة، بأخذ هذه البيانات وبقارنها مثلاً بنتائجي. هذه اسمها سكندري داتا. ميزة هذا النوع أنه بوفر لي كم كبير من البيانات في زمن محدود، بوفر وقت، بوفر جهد. مشكلة هذا النوع الأساسية أنه لا أضمن جودة هذه البيانات والظروف اللي اتخذت فيها، وبالتالي الدقة بتكون محل تساؤل. أيضاً في الخطوة الثانية اللي هي بنحكي فيها عن نوع البيانات، يعني مش شرط يكون في نوع محدد، إما كوانتيتيف أو كواليتيف، لا، ممكن يكون بحث في نوعين من البيانات. ممكن يكون في برايمري داتا وسكندري داتا، يعني أنا بدي أشتغل مثلاً على تلوث في مياه البحر، أنا بدي أقارن التلوث اليوم بالتلوث في السنوات الماضية، أعمل مثلاً تايم سيريز من أو لونجيتودينال ستدي من قبل 10 سنين لغاية اليوم. أنا اليوم بقدر أجيب برايمري داتا وأفحص العينات من البحر وأعرف الكميات التلوث وأعرف العناصر والملوثات الموجودة، وأخذ مواقع محددة وأرسم مثلاً خريطة للتلوث. الآن عشان أقارن بالسابق ممكن أرجع للجهاز ذات العلاقة، صوت جودة البيئة مثلاً، وأخذ منها النتائج تبعتها وأعمل عملية مقارنة، وهنا ممكن أستخدم برايمري وسكندري داتا. يعني عشان هيك يعني عملية ريسيرش ديزاين عملية مش سهلة، بتعتمد على الهدف اللي أنا بدي أشتغل على البحث عليه، وقديش أنا بقدر أستخدم أكثر من أداة من الأدوات، وكل أداة تحقق لي هدف معين، تضمن لي شيء معين في البحث، تكون نقطة قوة. الخطوة الثالثة بدي أحدد إيش هي البيانات اللي زي ما قلنا في الخطوة الثانية، إيش هي البيانات اللي بدي أجمعها وطبيعتها، بدي أحدد كيف بدي أجمع هذه البيانات. يعني كأنه أنا حددت البيانات اللي بدي إياها، عشان أجيب هذه البيانات من وين بدي أجيبها، إيش هي التولز، التكنيكس، البروسيجرز، الماتيريالز،
اختيار العينة تبعتي كيف بدي أجيبه وهكذا. مثلا لما بدي أحكي عن السيرفي المسوح بدي أسأل حالي بعض الأسئلة، أكم شخص بدي أعمل عملية المسح الميداني له، يعني العينة تبعتي أكم شخص. طبعا هذا بيعتمد على كثير من العوامل، راح نحكي إن شاء الله لما نحكي على موضوع السيرفي والداتا كوليكشن تكنيكس حنحكي باختصار عن هذا الموضوع لاحقا. طبعا هذا بيعتمد على عدد من العوامل. كيف بدي اختار هذه العينة؟ هل هي عينة عشوائية ولا عينة طبقية ولا كيف بدي اختارها؟ كيف بدي اوزع الاستبانة؟ مثلا ممكن ايضا تصميم الاستبانة نفسها ومحاورها وصياغة الاسئلة تبعتها، برضو هذا موضوع كتير مهم وكتير اساسي، ولو صار في خلل يؤثر على النتائج اللي انا راح احصلها. لما نحكي عن المقابلات الشخصية كأحد أدوات تجميع البيانات، كم واحد بدي أعمل مقابلة شخصية معهم وكيف بدي أعملها هذه المقابلة ووين ووقتيش، وهل هي structured ولا non-structured، يعني مقابلة محددة الأسئلة ولا مقابلة مفتوحة. لما أحكي عن التجارب بدي أسأل حالي كثير من الأسئلة، هل هعمل التجربة في الحقل في الميدان ولا أعملها في المختبر عشان عملية الضبط؟ طب ما هو إذا عملتها في المختبر عملية الجنراليزيشن تبعتها زي ما حكينا ممكن تكون أقل، لو عملتها في الميدان بتكون أوضح فيما يتعلق بالتعميم وإسقاطها على الواقع. كيف بدي أعمل عملية قياس للفاريبلز أنا بدي أشتغل عليها، وإيش هي الأدوات وإيش هي التقنيات اللزماني، كيف بدي أعمل كنترول للتجربة تبعتي بحيث لا تتأثر بعوامل أخرى وتكون فقط متأثرة بالعوامل اللي أنا بشتغل عليها في الأساس. كيف بدي أصمم التجربة وكل تفاصيل التجربة. أيضا لما أحكي على السكندري داتا، مثلا أنا بدي أجيب داتا جمعت مسبقا، من وين بدي أجيبها وكيف بدي أجيبها وكيف بدي أضمن إنها بيانات يعني دقيقة، وكيف إذا فيها خلل أكتشفه وأعدله، ويعني كتير في تفاصيل في هذا الموضوع. الخطوة الرابعة هو تحديد كيف بدي أعمل تحليل للبيانات تبعتي. يعني أنا برجع بذكر الريسيرش ديزاين بتم في بداية البحث العلمي قبل ما أعمل البروبوزل. في البروبوزل بدي أحط الريسيرش ديزاين، هو أساس البروبوزل المقترح. قبل ما أبدأ في البحث تبعي بدي يكون عندي تصور عام، مش شرط أمشي عليه 100%، لكن على الأقل بدي يكون واضح عندي خارطة الطريق والمسار اللي بدي أمشي عليه. في عندي التحليل كبرود يعني كاتيجوريز، في عندي كوانتيتيف وفي عندي كواليتيف. برضه البيانات اللي فيها كوانتيتيز وارقام يناسبها اكثر التحليل الاحصائي مثلا والاحتمالات. التحليل الاحصائي برضه فيه كتير تفاصيل وفيه كتير ادوات وفيه كتير تقنيات، وكل نوع منه يناسب نوع معين من البيانات، وكل نوع يناسب هدف من اهداف البحث اللي بدي اشتغل عليها. ولو كان عدد العينات قليل ايش اللي المفروض اشتغله، لو زاد عدد العينات، لو انا بدي اشوف مقارنه بينهم اشتغل على ايش وهكذا. يعني يمكن النوع الثاني من التحليل البيانات هو الكواليتيتيف، هذا بيعمل تحليل للنصوص، تحليل للكلمات، تحليل للصور حتى. ممكن بكون زي ما حكينا تجميع البيانات فليكسبل وتحليلها ايضا بتكون فليكسبل، يمكن بيعتمد على السلف جادجمنت اكثر، وبكون يعني الريسيرشر دوره اكبر في الخروج بنتائج وخلاصات، بركز على عمليه تفسير لباترن معين، بيعتمد على عمليه كاتيجورايزيشن معينه بين الظواهر اللي عندي. الخطوه الخامسه والاخيره في الريسيرش ديزاين هي عباره عن كتابه البروبوزل، حنحكي عنه ان شاء الله في اللقاء القادم، اللقاء السادس ان شاء الله حيكون عن البروبوزل. لكن باختصار الريسيرش بروبوزل هو مهم جدا انه احط فيه انا كباحث واكتب فيه ايش هي الخطه تبعتي اللي حددتها انا في الريسيرش ديزاين، عشان هدف البروبوزل انه المرشد تبعي او المشرف تبعي او الجهه المموله اللي ممكن تمول البحث العلمي تبعي تقتنع انه البحث اللي انا بدي اشتغل عليه مهم وضروري الشغل عليه وهدفه واضح، وانا كباحث عارف لايش بدي اصل وانه مجدي اشتغل عليه وممكن احصل على بيانات منه.
يعني بس ملاحظة يعني لغوية، لما أعمل البروبوزل وأذكر في الريسيرش ديزاين الخطوات اللي بدي أشتغل عليها بتكون بصيغة المستقبل، لأنه لسه ما عملت شيء. لكن لما أحكي على ريسيرش ديزاين في الثيسيس أو الديزرتيشن أو الريبورت تبعي بعد ما أخلص في شابتر الميثودولوجي مثلا أو ريسيرش ديزاين، بيكون بصيغة الماضي لأنه أوريدي الإشي أنجز وأنعمل. يمكن قبل ما نختم، في عندنا كثير من الانواع اللي من انواع الريسيرش ديزاين، يمكن حنركز شويه باختصار عن الاكسبيرمنتال ديزاين، لانه احنا في قسم الهندسه كثير من الطلاب عندهم تجارب بيشتغلوا عليها، وسواء كانت تجارب ميدانيه او تجارب في المختبر، فحنحكي بس شيء من الاختصار عن هذا النوع. هذا النوع من التجارب الهدف الأساسي منه أن يدرس العلاقة بين متغيرات معينة، العلاقة السبب والنتيجة. الآن هذا النوع من التصميم الأبحاث فيه أهم جزئيات، أولاً أني أقلل الانحياز، تكون النتائج عندنا نتائج دقيقة غير منحازة، أزيد درجة الثقة والثبات والدقة في النتائج، وانه اطلع بالنهايه الى تفسير لهذه المتغيرات وعمليه تحليل للنتائج اللي طلعت معايا، وافسرها بتفسير علمي دقيق. لما نحكي عن الريسيرش ديزاين في هذا النوع، انا بحكي عن الاكسبيرمنت ديزاين، كل تفاصيل تصميم التجارب وكل الخطوات بدقة يجب أن تكون واضحة وحاضرة ومحددة مسبقا. يعني يمكن في نوعين من المجموعات اللي بشتغل عليها غالبا في الريسيرش ديزاين، اكسبيرمنتال جروب وكنترول جروب. يعني مثال، لو أنا بدي أدرس تم عمل منهج معين، تغيير في المنهج التقليدي، وطبق المنهج الجديد فقط على مجموعة من الطلاب كتجربة بايلوت، والمنهج القديم الباقي كانوا بيستخدموه، عشان أشوف تأثير المنهج الجديد على الطلاب أو تأثير طريقة جديدة في الشرح على الطلاب، بعمل كنترول جروب اللي هي مجموعة كأنه بدي أعمل ديتم أو بنشمارك عينة ما أخذت هذا المنهج، فيش متغير عليها جديد اسمه المنهج الجديد، اللي هي ما أخذتش هذا المنهج، بشوف أدائهم في المادة أو بقيس الوضع اللي هم موجودين فيه مثلاً طريقة معينة في الشرح باللغة الإنجليزية، بشوف مستواهم في اللغة الإنجليزية باختبار معين، ثم بطبقه على الإكسبرمنتال جروب، الناس اللي أخذوا هذا المنهج، زي يعني مشابه إلى حد ما بالاختبار القبلي والاختبار البعدي اللي بصير بعد تطبيق برنامج معين على مجموعة من الطلاب، بشوف وضعهم قبل، بقيسه وبعمل عملية إعطائهم المنهج الجديد مثلاً، وبشوف تأثيره على الأداء. لما نحكي عن الإكسبرمنتال ديزاين، في ثلاث مبادئ أساسية في التجارب العلمية يجب أنها تكون مطبقة عشان نضمن دقة النتائج، ونضمن أنه الأخطاء اللي بتكون فيها أخطاء بالحد الأدنى، وهذه الأخطاء ممكن تكون أخطاء يعني طبيعية دون ما تكون يعني أخطاء لها علاقة بالتجربة وبالاحتمالات، وليست أخطاء النتيجة عن القصور في أداء التجربة. أول مبدأ من هذه المبادئ Principle of Replication، مبدأ التكرار. ما بيكفي أنه أعمل التجربة مرة واحدة، أفحص لمرة واحدة وأطلع نتائج، ما بيكفي نأخذ مكعب بطون مثلا واحد خرسانة وأكسره وأفحصه وأشوف قوة التحمل تبعته وتطلع على نتائج. يمكن عشان نضرب مثال وحنمشي فيه في الثلاث مبادئ، لو افتراضا انه في عندي نوعين من القمح، من بذور القمح، بدي اشوف هدول النوعين قديش الانتاج تبعهم، قديش الييلد تبعهم، وبدي ازرع في ارض النوعين A و B. الان المبدا لو بالوضع الطبيعي لو ما طبقتش مبدا الريبليكيشن التكرار، انا بمسك الارض وبقسمها لقسمين، نصها بزرع بتايب A ونصها بتايب B، انتهت. الان مبدا التكرار بقول انه لا يكفي انه اعمل اقسم الارض لجزئين، لا، انا بقسم الارض الى
عدد من الأجزاء متساوية، ونص هذه الأجزاء بزرعها بنوع البذور A والنص الثاني بنوع البذور B زي ما هو واضح في الشكل الثاني اللي أمامنا، مقسم إلى 8 قطع وأربعة منهم A وأربعة منهم B. المبدأ الثاني مبدأ الراندوميزيشن العشوائية. التجربة يجب أنها تصمم وتخطط بحيث أنه أي تغيير يصير ما يكونش سببه متغير إضافي خارجي، وتكون بس الشانس هو السبب، يعني ما يكونش فيه سبب حقيقي آخر متغير آخر إضافي دخيل أدى إلى تغيير النتائج. نطبق على نفس المثال تبع قطعة الأرض، أنه لا يكفي أنه نقسم الأرض إلى 8 قطع وأربعة منهم مع بعض يكونوا A نوع النبات أو نوع البذور A وأربعة منهم نوع البذور B. أنا بدي أختار المناطق اللي بزرعها بـ A والمناطق اللي بدي أزرعها بالبذور B وفقاً لعملية اختيار عشوائي random sample، عينة عشوائية، يعني بقسمها إلى 8 قطع وبعمل عملية اختيار عشوائي بينهم بحيث انه ما تكونش مثلا كل القطع المزروعة بالبذور A موجودة في مكان واحد، لانه ممكن يكون نوع التربة مختلف فيها، فيها بقايا سماد سابق في هذه المنطقة، فلا انا بعمل عملية اختيار عشوائي فبكون قطعة A جنبها B، ممكن قطعتين A جنب بعض وجنبهم قطعة B وهكذا، بحيث انه يكون 4 A و 4 B ولكنهم مقسمين تقسيم عشوائي على الثمان قطع الفرعية. المبدأ الثالث اللي هو Principle of Local Control، إنه التجربة يجب أن تخطط وتصمم بحيث إنه التغيرات في النتائج بتقسم إلى ثلاثة components. الكومبوننت الأول في تجربتنا مثلاً نوع القمح اللي أنا بدي أشتغل عليه، هو الأساس تبعي A والله B. النوع الثاني إنه في متغير آخر زي مثلاً ظروف التربة Extraneous Factor، ممكن تكون متغيرة في بعض المناطق، يعني المساحة اللي أنا بشغل عليها التربة مش متجانسة فيها تماما، وبالتالي لو زرعت A و B في منطقة عشوائية ممكن يكون نوع التربة بأثر ولكن أنا مش ماخده بعين الاعتبار، والإكسبرمنتال إيرور الطبيعي اللي عماله بصير. الآن حسب مفهوم أو مبدأ اللوكال كنترول، أولا بقسم الأرض إلى مناطق أو أجزاء متجانسة حسب نوع التربة، يعني بفحص الميدان الموجود في التجربة بأجد أنه ممكن قطعة الأرض نقسمها إلى ثلاثة بلوكات، ثلاث أجزاء كل جزء تقريبا التربة متماثلة فيه تماما، بحيث أنه X التربة تقريبا الكاركترستيكس تبعتها واحدة و Y و Z، وبالتالي أنا هيك حيدت نوع التربة أو تأثير نوع التربة هذا المتغير عن يعني حيدت تأثيره عن النتيجة اللي أنا بدي إياها اللي هو تأثير نوع مش التربة اللي أنا بتشغل عليه في الأساس، نوع البذور. الخطوة الثانية إنه كل بلوك من هذه البلوكات اللي أنا بدي أشتغل عليها بقسمه إلى عدد من الأجزاء، لأنه ما بكفي نقسمه لجزئين حسب مبدأ الريبليكيشن، بقسمه إلى عدد من الأجزاء متساوية مع أو مضاعفة لعدد التريتمنت اللي بدي أشتغل عليه. يعني قسمت المنطقة A أو X إلى 8 أجزاء، Y إلى 12 جزء، Z إلى 4 أجزاء لأن مساحتها أصغر، وحطيت فيها الأنواع أو استخدمت بذور مختلفة فيها بمبدأ العشوائية. يعني اللون مثلاً اللون الأزرق هذا لو رجعنا ل الأساس X، هذه عبارة عن قطعة أرض X التربة تقريبا متجانسة فيها. الآن التربة X قسمت قطعة الأرض إلى 8 قطع، والثمان قطع هذه أربعة منهم راح أزرع من نوع البذور A وأربعة منهم نوع البذور B، ولكن اخترتهم اختيار عشوائي بحيث أنه أكثر دقة بتكون في البيانات. يبقى بصفة عامة أنه البلوكس اللي هي الألوان تبعت الأصفر والأزرق والأحمر هي عبارة عن المستوى اللي وقفت عندها عند تأثير الإكسترينيس فاكتور أو فاريابل اللي هو نوع التربة.
في داخل كل مربع من المربعات نوع التربة تحيد، ما له تأثير، وبكون التغير الحقيقي أو الاختلاف الحقيقي في النتائج وفي نمو النبات وفي المحصول اللي بده يطلع فقط ناتج عن نوع البذور، لأنه كل الأنواع الأخرى متماثلة. الآن هذا النوع من التصميم أو المبدأ اللوكال كنترول بمكنني أيضاً من المقارنات. بصير أنا لما أقارن بين نوع النبات A في الأزرق ونوع النبات A أو المحصول في A في الأزرق وA في الأصفر، بيكون سبب الاختلاف بينهم بصفة أساسية لنوع التربة، لأن نوع التربة في المربع الأصفر مختلف عن المربع الأزرق. وبعد هيك أنا باستخدام أساليب إحصائية أخرى مثلا زي أنوفا وغيره بقدر أعمل عملية المقارنة بين هدول النوعين من المحصول لنفس النوع من البذور، ولكن زرعت في أرض مختلفة، الكاركترستيكس تبعتها بتكون مختلفة عن بعض، وبالتالي النتائج مختلفة، وبتمكنني أكثر إني أفهم طبيعة تأثير المتغيرات على المحصول الأساسي. يمكن هنا نكون خلصنا باختصار شديد جدا كل ما يتعلق بالريسيرش ديزاين. اللقاء القادم إن شاء الله حنحكي فيه عن الريسيرش بروبوزل، هو المقترح اللي بأضع فيه الريسيرش ديزاين، إيش مكوناته، إيش عناصره، إيش هدفه، إيش الملاحظات اللي غالبا بتكون عليه، إيش نقاط القوة والضعف في المقترحات. الله يعطيكم العافية، نتمنى لكم التوفيق.